ولاية صطيف، مهد الحضارات وعاصمة عبر العصور، لها جذور ضاربة في التاريخ تعددت بها المعالم وتعاقبت عليها الحقب، فهي الولاية الغنية بتاريخها. ذلك ما يشهد عليه المتحف العمومي الوطني للآثار بسطيف. فكرت السلطات المحلية أن تبني متحفا بالمقاييس العالمية، وكان ذلك سنة 1985، يعني في المتحف الذي نتواجد به حاليا. يتكون المتحف من 5 قاعات. القاعة مخصصة لفترة ما قبل التاريخ، وبها أدوات وبقايا حيوانية يصل عمرها إلى 2 مليون سنة. وأقدم موقع في شمال إفريقيا، ويتواجد في بدائرة العلمة في بلدية القلتة الزرقاء. كذلك هناك موقع آخر هو موقع مزلوك، اكتشف كذلك سنة 1927. في هذا الموقع اكتشفت فيه بما يعرف بالحلزونيات، يعني هي بقايا الأكل الذي كان يستعمله إنسان ما قبل التاريخ. المتحف العمومي الوطني للآثار بسطيف جوهرة أثرية جزائرية، وهو خير حافظ لحضارات امتدت عبر التاريخ والأزمان الغابرة، وشاهد على شعوب تركت بصمتها بمدينة سيتيفيس.